كما تعلم الوضع الأمني العراقي هو موضع اتفاقيات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة. هناك عقوبات على أي شخص يتعاطى مع إيران. يعني الرئيس بايدن في المدة الأخيرة عفى العراق من استيراد الكهرباء، لم يضع عقوبات عليها، ولكن يطلب من العراق أن يستخدم موارده الطبيعية مثل الغاز الطبيعي لاستخراج الكهرباء. لذلك مش دكتور بس دكتور العراقيين. دكتور جابريال يعني دكتور جابريال القصة لا تسمح لي يعني ولاية يعني من تابع للولايات المتحدة الأمريكية شنو الكلام هذا دكتور يعني يعني أقول لك السؤال اللي هل العراق ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية هكذا يقول دكتور حيدر بعدين رئيس السلطة القضائية في العراق هو شخصية يعني تعمل بوفق المنصب اللي تشغله فبالتالي لها علاقات مع دول أخرى بحكم منصبه يعني لو كان الآن فائق زيدان قاضي عادي لما زار دول أخرى وتحدث مع رؤساء القضاء في هذه الدول مثل ما يزور إيران يزور أي دولة أخرى زار أوروبا يا وزير هناك تقارير أمريكية تشير إلى أن هناك ضغوط تمارس على القضاء العراقي من قبل إيران وفصائل المقاومة التابعة لإيران الولايات المتحدة كما تعلم وضعت عقوبات صارمة على إيران ولذلك لن ترضى ولن تسمح بأي مسؤول عراقي أو أي شخص يريد أن يغير السياسة الأمريكية هذا مرتبط بالأمن القومي الأمريكي ولذلك هناك اتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق وهناك قانون طوارئ الذي يحدد المسؤولية تجاه مخالفة السياسة الخارجية الأمريكية هل هناك اتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق تبيح للأمريكان التدخل في أعلى سلطة قضائية في البلد؟ ممكن أن تطال أي شخص يعني مش بس رئيس القضاء رئيس مجلس القضاء الأعلى عن أي اتفاقية تتحدث عن أي اتفاقية تتحدث التي تبيح للأمريكان التدخل في شؤون داخلية قانون الطوارئ الأمريكي يسمح لرئيس الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد أي شخص في العراق إذا ما وجد بأن هذا الشخص يهدد الأمن القومي العراقي لأنه الأمن القومي العراقي مرتبط بالأمن القومي الأمريكي إذا وجد شخص يساير إيران ويمرر مشاريع إيرانية في العراق فإنه سوف تطاله العقوبات الأمريكية